المهم السلام عليكم اخواني، كيف بقيتوا بخير؟ المهم هذا الفيديو هذا راه ديجا كنت سجلته في بيسي واحد اخر. هذاك البيسي عاوتاني بويسكو انه ما عنديش صوت، ملي تديته لهنا يعني نسيت هذاك اليوم، وعاود تديته للبيسي الجديد ديالي باش نقاد فيه عندي، حيت هذاك القديم شويه ما يصلحش نخدم فيه، ونيشان ما يصلحش لي انا اصلا ندير كونت جديد في باي بال، حيت ممنوع عليك انك دير كونت جديد في باي بال وتقدر تطيح في مشاكل. هذا تيشي كونترول فباي بال هنا كيشك فيك، كيقولك بلا راه عندك جوج كونتات وهنا راه ممنوع. المهم هنا كندخلو لباي بال بون كوم ماشي بوان اف ار، يعني نطلب هاد القضية هادي، من بعد كندوزو لأوفريغ ان كونت. يعني على حسب اللغة اللي عندك كنشوفو هنا، يعني كيختارو يا اما بيرسونيل اكونت يا اما بيزنس اكونت. هنايا راه كل واحد عنده الخاصية ديالو. بالنسبة لي انا كنقترح عليكم انه ديرو بيرسونيل اكونت ومن بعد عاد دوزو لبيزنس اكونت، يعني ديروا شويه ديال المبيعات ودوزوا بيزنس اكاونت، ولكن انا كنفضل انه يكون بيزنس اكاونت. هنايا كنشوفوا بلي راه ماروك، يعني ما تكونش فرنسا ولا شي دوله اخرى، على حسب الدوله ساكنين فيها. البرينوم ديالنا يعني الاسم ديالنا، ديروا انا مثلا باغ اكزومبل انا خديت غير اسماء اعتباريه، خديت هشام هشام. يعني نتوما هنايا ديروا الاسم الحقيقي ديالكم، ما ديروش يعني شي اسم اخر، فهمتيني؟ ادريس ايميل، ايميل اللي غتخدموا به بيان سور، ندير المود باس يعني باش نبقاو ندخلو بيه، خصها واحد المود باس يكون مزيان. من بعد كنديرو سويفون، فوالا انا جامي ما عمرنا ما نسجل المود باس باش ما نطيحوش مشاكل. من بعد نديرو دات دو ناسونس، يعني التاريخ الجزائري اللي زادينا فيه، الكارت اي دي بيان سور ولا كارت ناسيونال، ونديرو هنايا الادريس، يعني الادريس اللي غادي نخدمو بيها، وديال دانا يعني الا غادي الا طلبها منا باي بال تكون عندنا. ندير الكود بوستال، كود بوستال الناس اللي ما كتعرفش الكود بوستال فقط تبحث عليه على جوجل، انا نوريكم كيفاش ديرو. دير مثلا كود بوستال وغدير الحومه ديالك فين ساكن، مثلا حي السلام، مثلا صالي ولا اكادير سيبا، ندير هنا حي السلام صالي وندخلو نقلبو عليه. نقدروا نطيحو فين نلقاو 11030، ولكن ما كنصحكمش انكم تاخدوه، يعني تدخلوا ديريكتومون الكود بوستال وتقلبوا على حساب الحي اللي نتوما ساكنين فيه. كل بلاصه فين نتوما اختاروا، يعني اختاروا البلاصه فين ساكنين. ناخذ مثلا هذا فوالا نحطوه، فوالا انا حطيت غير بالزربة. نديرو هنا المدينه فين ساكنين، والموبايل يعني النمره ديال التليفون ديالنا، المهم نديرو النمره ديالنا يعني حيت يقدر يجينا واحد الميساج من عندهم، اللهم نديرو النمره ديالنا 06 اكسيتيرا. فوالا نديرو على هاد الاختيارات هادو ونديرو فاليدي. فوالا هنايا الا بغينا نسجلو، المهم نكتبو هنايا النيميرو ديال لاكارت بونكار ديالنا، هاديك اللي كيكون في الوجه ديال لاكارت بونكار، راه على العموم 16 رقم. هنا الدات ديكسبيراسيون يعني تاريخ انتهاء الصلاحية، والكريبتو، الكريبتو بيان سور كيكون من اللور ديال لاكارت، داتا ديال الأرقام. المهم نمرو الآن كيفاش نحولو من بيرسونيل لبيزنيس. فوالا نديرو هنا كونفيكوراسيون، نهبطو لتحت كاع، غنلقاو لتحت اللي عندنا لاسا سيركلاسيون اون كونت بيزنس. فوالا ونختارو حنا النوع ديال البيزنس ديالنا، واش بيرسون فيزيك مثلا الناس اللي عاديين، واش انديفيديوال انتربريز بارتناريا انتربريز اكسيتيرا. حنا من الاحسن هنايا نختارو اما بيرسون فيزيك او بيرسون فيزيك او لا انتربريز انديفيديوال ونخدمو عليه. كنفضل انا تكون بيرسون فيزيك لانني شخص عادي، وندير كونتينيو. فوالا هنا كنختار يا اما نفتح كونت جديد يعني كونت بروفيسيونيل، يا اما ندير كونت قديم يعني نكمل على داك الكونت القديم ديالنا. ندير هنايا واحد السميه ديال الشركه ديالي، نيميرو التليفون ديال لاسوسيتي الا كان عندي النيميرو ديالي ماشي مشكل، نحط النيميرو ديالي راه سي با كاف يعني راه مقبول. والادريس بروفيسيونيل الا كانت عندي ادريس ديال الشركه ديالي فانني نديرها، ما كانش عندي ندير ادريس اللي كانت عندي ديال الدار، يعني انني انسان عادي. فوالا، ونديرو اختارنا الدولار ولا الاورو ولا كيفاش بغينا، من الاحسن نديرو الدولار.